أعزائي متابعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا مع عائلتكم وجميع اللي كتحبوهم بخير وعلى خير وبصحة وسلامة. جيت سعيد نلتقي بكم حلقة جديدة واللي من خلالها غادي نبشو شوية فما كتسخر به لهجة لحظة. كيف كتعرفوا حومة الزاوية العباسية حومة كبيرة وكتضم عدة حومات، ومن الصعب نتكلموا عليها في حلقة واحدة، الشيء اللي غادي يخلينا كل مرة ناخذ منها جزء. كيف سبق وتكلمنا على قاع مشرع، ومن بين ما كاين في هذه الحومة سوق المجادلية، هذا السوق اللي كان ظاهر في زمانه من اللي كانت كتمارس فيه صناعة المجادل. هذا السوق بقى كيحمل غير السمية، حيت كل الدكاكين اللي فيه تحولت لمهن أخرى، بعضها مرتبط بزيارة الضريح أو مهن أخرى. هو محادي لمدخل ضريح أبي العباس السبتي، وتقريبا على بعد 50 متر منه، على اليمين ديالو من الجهة الجنوبية زنقة كتسمى تحت السور كتأتي لسيدي غانم وباب الخميس، وعلى اليسار الطريق اللي غادية للسويقة ديال الزاوية العباسية. تبنى هذا السوق على الطراز الأندلسي وفيه 27 حانوت، ولا شك أن الشكل ديالو تغير على كي كان. كذلك هناك 7 ديال التكاكين كتقابل الباب الجنوبي. كيف كتشوفوا في هذه الصورة القديمة كيبان الشكل اللي كان عليه الباب الجنوبي ديال هذا الباب، مكتوب هو منقوش على عتبة خشبية في السواف ديالو بيتان شعريان من بحر الكامل، كيقول فيهم الشاعر: هذا المقام هو المقام الأحمد، جادت به يمن زمان يحمد، في عام رشد ناجح قد زانه، تاج الخلافة ذو الوفاء محمد. تم إنجاز هذا الباب من طرف السلطان محمد الرابع أو محمد بن عبد الرحمن حوالي سنة 1849، وتوفى السلطان بمراكش سنة 1873 ميلادية. ونرجع معكم للمجدول، هو ذاك المنتوج المحبوك من خيوط الحرير ومعدنية ذهبية كتزين به النساء ملابسهم التقليدية الخاصة بالمناسبات والأعياد. وكيرجع أصل هذه الحرفة إلى المشرق وازدهرت في بلاد الأندلس، ومنها دخلت بعض المدن التاريخية بحال فاس ومراكش، وهي من الحرف اللي كانوا كيشغلوها اليهود، وعرفت إقبال وشهرة من طرف الرجال والنساء، الشيء اللي خلى ممارسي هذه الحرفة كيتعدوا واخدينها كإرث عن الأسلاف والأجداد. هذا من اللي كان عند الصنعة والصنايعي قيمة، أما اليوم الله يداوي حل الجميع. وفي هذا الباب على الصنعة يقول واحد المثال شهبي: إلى بان ساسنو فين ما شفتي صنايعي حسنو. أما دابا خاصك تحسنو على طول السنة. أحبائي الكرام، تبقوا في رعاية الله حتى نتلقوا حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. تحياتي.